بكم لنختتم معكم مخيمنا الصيفي لهذا العام. مخيم ياسر عرفات بالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات. هذا المخيم اللي استمر لمدة أسبوعين احتوى في داخله على العديد من الأنشطة والفعاليات، منها زاوية الألعاب الرياضية، زاوية الموسيقى والكورال، زاوية الدبكة والفولكلور الشعبي الفلسطيني، زاوية الأشغال الفنية، زاوية التثقيف الوطني اللي ركز عليها، اللي ركز المخيم فيها من خلاله على سيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، واستفادوا الأطفال من كثير من التجارب اللي كانت تمر فيها القائد ياسر عرفات من خلال أشرطة الفيديو، التسجيلات اللي شافوها الأطفال خلال المخيم. احنا اليوم بنقدم جزء بسيط من الفعاليات اللي الأطفال ساهموا فيها واشتركوا فيها. أكيد الأطفال فرغوا جدا بهذا المخيم طاقاتهم وإبداعاتهم. احتوى كمان المخيم على رحلة ترفيهية وعلى زيارة متحف ياسر عرفات وعلى ضريح الرئيس ياسر عرفات. أكيد احنا بهذا اليوم بنشكر كل الجهات اللي كانت واقفة معنا وساعدتنا ودعمتنا بهذا المخيم، على رأسهم مؤسسة ياسر عرفات اللي المخيم هو برعايتها ودعم لها. بنشكر مديرية التربية والتعليم على توفير المدرسة اللي كان الأطفال موجودين فيها. بنشكر أكيد جهاز المخابرات العامة اللي قام بدعم المخيم برحلة ترفيهية لمسبح الواحة للأطفال. وأكيد بنتقدم كمان بالشكر لقيادة الأمن الوطني على استضافتهم للأطفال بيوم كامل. أكيد ما بدي أنسى حدا، أكيد في أفراد جهود كانوا جنود مجهولين بالمخيم قدموا لمساتهم ومساعداتهم سواء اليومية، كلهم إحنا أكيد ما بنساهم. ما بننسى الإعلام اللي كان واقف كمان معنا. شكرا لأطفالنا ولأهاليهم اللي كانوا معنا خلال هاي الفترة. نتمنى كل الأطفال يكونوا مبسوطين وأهليهم يكونوا راضيين، ما يزعل حدا منا لأنه أكيد هدول 15 يوم أكيد ما بنقدر نلم كل الأطفال فيها، لكن إحنا ندعوهم للتوجه للمركز الثقافي ويكملوا استفادتهم ويكملوا بقية الإجازة والعطلة الشتوية معنا.